ما هو تفسير رؤية الفأر في المنام؟ تنبئ الفئران في الحلم بمشاكل في محيط الأسرة وعدم إخلاص الأصدقاء، كما تعني اختناقا في مجال التجارة والعمل. إذا قتلت فأرا في الحلم فهذا يعني أنك سوف تنتصر على أعدائك. إذا تركت الفأر يهرب فهذا ينبئ بمشاكل ونزاعات. فإذا حلمت فتاة بفأر فإن هذا ينبئ بوجود أعداء غير منظورين يخدعونها. إذا حلمت هذه الفتاة بوجود فأر في ثيابها فإن ذلك ينبئ بفضيحة وشيكة الوقوع. إذا حلمت المرأة برؤية فأر فإن هذا ينبئ بوجود عدو يقلقها بمكره وخداعه. المرأة في المنام، رؤية الفأر للأنثى في المنام هي امرأة فاسقة، وقيل امرأة يهودية ملعونة نائحة، أو رجل يهودي أو لص نقاب. والفأر الكثير يدل على الرزق، فمن رأى فأرا يلعب بداره كثر رزقه، لأنه لا يكون إلا في مكان فيه رزق. ومن خرج الفأر من منزله قلت بركته ونعمته، ومن ملك فأرة ملك خادما، لأن الفأر يأكل مما يأكل الإنسان، وكذلك الخادم يأكل مما يأكل السيد. ومن رأى الفأر يلعب في منزله نال خصبا في تلك السنة، لأن اللعب لا يكون إلا من الشبع، والفأر الأبيض والأسود يدلان على الليل والنهار. ومن رآه في نومه بالنهار وهو يروح ويغدو فإنه يدل على طول حياته، ومن رآه يقرض في ثوبه فإنه معلن بما مر من أجل. ومن رأى فأرا ينقب فإنه لص النقاب، فليحذر. والفأرة امرأة لها سريرة سوء فاسدة، ولا فرق بين الذكر منها والأنثى، فإن رأى أنه اصطاد منها شيئا أو ملكه فإنها امرأة كذلك، والفأر نسوة ما لم تختلف ألوانهن. وإن رأى فأرا يجيء ويذهب سودا وبيضا فإنه يطول عمره، فالبيض أيام والسود ليال، وقيل الفأر أهل المنزل والعيال. من رأى أنه قتل فأرة فإنه يظفر بامرأة سوء، ومن رأى أنه رمى فأرة بسهم أو حجر فإنه يغتاب امرأة سوء أو يراسلها في سوء، ومن رأى أنه اصطاد فأرة فإنه يمكر بامرأة أو يضاجعها. ومن رأى فئرانا كثيرة بيضا وسودا في موضع مائل أو مشرف أو في بئر فإنه نقصان في عمره. ومن رأى أن فأرة خرجت من أنفه أو من ذكره فإنه يصيب ابنة سوء لا خير فيها، وإن خرجت من دبره فإنها تخرج عنه امرأة لا خير فيها. ومن رأى في بيته فئران فإنه يدخله نساء لا خير فيهن. ومن رأى في ثيابه أو في فراشه فأرة فإنها امرأة تداخله لا خير فيها. ومن رأى أنه أصاب جلد فأرة فإنه يصيب مالا قليلا من امرأة سوء.